الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على محمد وعلى على محمد اله الطاهرين واللعنه على اعدائهم اجمعين الى قيام يوم الدين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم محاور من البحث في هذه الرواية الجديدة لاحتجاج رسول الله صلى الله عليه واله مع بعض المخالفين من مشركي قريش. المحور الأول هو أن نسبة الرسول أو الرسالة مع النبي صلى الله عليه واله هل هي نسبه حلوليه ام ايجاديه ام صدوريه ام اعتباريه وانتزاعيه هذا بحث يطرح في المشتاق انه المشتاق صفه يجري على الذات يعني عندما تقول زيدون عالم فالعلم حل في زيد وبعد ذلك اخذتم هذه الصفه من زيد واجريتموها على زيد بعد ان حل العلم في زيد تقول زيدون عالم يعني منشا العالم هو العلم الموجود في زيد الرسول اسم مشتق المشتق الاصولي ف يعني قد يكون الانسان يحمل رساله او لا يحمل رساله فليست من الذاتيات الرساله قد يكون الانسان عالما وقد يكون جاهلا قد يكون الانسان عادلا او لا يكون عادلا قد يكون حرا او يكون عبدا رقا فما هي النسبة بين شخص الرسول صلى الله عليه واله وصفة الرسالة؟ لان هذه النسبة تجعل ارتباط الرسول بالرسالة ارتباط يدل على امور اخرى. لاحظوا نقول الانسان متكلم. الانسان متكلم، حملنا صفة التكلم على الانسان. الانسان موجد للكلام فالمشتق هنا مشتق ايجادي الانسان آكل هو الذي يوجد الاكل فيقال له آكل هل الرساله كصفه في رسول الله من هذا القبيل يعني الرسول صلى الله عليه واله هو الذي اوجد في نفسه الرساله لان المتكلم هو المسيطر على الكلام اراد ان يتكلم اراد ان يمسك هو الذي يوجد الكلام الاكل كذلك اما رسول الله صلى الله عليه واله فهو الذي اوجد الرساله كلا ليش؟ لان الاثر يختلف اذا هو الذي اوجد الرساله فهو بيده الحجه والبينه والعلامه فيمكن أن يستمع إلى اقتراحات الآخرين يقترحون عليه أمرا ما فيستمع إلى اقتراحاتهم لأن الأمر بيده مثل الآكل الأمر بيده هل صفة الرسالة في رسول الله صادر عن رسول الله هذا غير الإيجاد مثل الضرب عندما نقول زيد ضارب صدر الضرب عن زيد ووقع على على عمر مثلاً فهل الرساله صفه صدور من قبل رسول الله؟ كلا مو رسول الله صلى الله عليه واله الرساله تكون كالضرب تصدر عن الرسول. هل صفه حلول عندما نقول الماء حار الحراره تحل بالماء. عندما نقول الجسم ابيض البياض يحل في الجسم هذا حلول. ان هذا المبدا حله في هذا الذات فاخذنا منه المشتق الصفه الابيضيه الحراره انه ماء حار ونسبنا اليه هذه الصفه الرساله ايضا مو حلوليه وانما الرساله منشا اعتباري انتزاعي يعني الله عز وجل اعتبر الرساله لرسول الله صلى الله عليه واله فالامر مثل مثلا الملكيه عندما يشتري الانسان شيء فيقال له مالك هذا مالك صفه اعتباريه مو شيء حقيقي خارجي مو انه اوجد الملك مو انه صدر عنه الملك او حل الملك فيه مثل حلول العلم في الانسان او حلول البياض في الجسم او الحراره في الماء وانما صفه اعتباريه وقد يطلق عليها انها انتزاعيه بس خلاف في محله فالرسالة صفة اعتبرها الله عز وجل في رسوله صلى الله عليه وآله أعطاها لرسوله هكذا فنقول أن النبي صلى الله عليه وآله رسول ونحمل عليه هذه الصفة سيان إذن يعني نسبة بين الله عز وجل وبين هذا البشر فإعطاء مثل الوكالة عندما يعطي الانسان لشخص وكاله هذه قضيه اعتباريه. فما دام كانت القضيه قضيه اعتباريه ومن منشا اعتبار ومن معتبر. فاذا ملازمات الرساله ومثبتات الرساله ايضا ينبغي ويلزم ان ترجع الى المعتبر. لذلك رسول الله صلى الله عليه واله يقول انا ما اقترح على ربي شيئا. بعثني رسول وجعل لهذا البرهان مثلا القرآن فأنتوا تقترحون اقتراحات أخرى هذه غير أنها اقتراحات مو معقولة أو باطلة أو ما سبق من الإشكالات على اقتراحاتهم هذه اقتراحات أنا ما أقدر أذكرها لله عز وجل وإنما أنا عبد أنا قن أنا خاضع لله عز وجل لأن الأمر بيده هو الذي يعطي وهو الذي يمنع هذه كنقطة مبدئيه بالنسبه الى المساله. المحور الثاني ان الائمه عليهم افضل الصلاه والسلام السلام تبعا لرسول الله تبعا للمعصومين لم يكن يرون لانفسهم وجودا امام الله عز وجل. يعني حقيقه يرى نفسه قن محض العبد المحض وفي تفسير القن في اللغه يقولون ومن ابواه ايضا عبيد عبدان مثلا عبد وامه ابوها يعني هذا متمحض في العبوديه متمحض في المملوكيه عابد مملوك لا يقدر على شيء هؤلاء هكذا كانوا يرون انفسهم مقابل عظمه الله عز وجل لا شيء لان وجودهم كل ما لهم من الله عز وجل وكله تفضل من الله عز وجل لذلك عندما كانوا يقفون بين يدي الله للعباده ترتعد فرائصهم ويقعون كالمغشيه عليهم من الخوف من خوف الله عز وجل ومن عظمه الله ورو ويعني ما ما يقدر اكثر يعني هذا البدن الانساني هذا المخلوق ما يقدر اكثر من هذا ان يقدم لله عز وجل ولو تمكنوا لقدموا ضحوا بكل شيء لله وفي سبيله رضا الله عز وجل لذلك كانوا حساسين جدا الائمه من الغلو بس هذا في وقت اخر بمناسبه اخرى نتكلم في الغلو بتفصيل ولكن جدا ليش؟ لان الغلو يعني جعل منزلتهم مساويه لمنزله الله عز وجل لذلك تاكيدات عجيبه والله عز وجل يحاسب عندما غلا البعض بالنسبه لعيسى طبعا هذا مو مب... الايه المباركه حول عيسى أن قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله فهذه قضية ما كانت في زمن عيسى بعد عيسى وإنما هذه القضية كأنما الله عز وجل يحاسب عيسى في يوم القيامة أنه بعديا أله عيسى بعنوان أنه الإله أو أحد الآلهة فالله عز وجل يحاسب عيسى على كلام صدر عن من ينتسب إليه ويدعى الانتساب إليه بعد رفعه الى السماء. بس شنو تقصير عيسى؟ ولكن بما ان القضيه حساسه فعيسى مسؤول ويجب ان يجيب وهو يجيب يقول انا ما امرتهم الا بما قلته وانا ما قلت لهم يعبدوني وانت اعرف فالله عز وجل يقول حجتك مقبوله. واليوم ينفع الصادقين صدقهم الكلام كلام تام. شخص ياتي الى الامام الصادق عليه افضل الصلاه والسلام ويقول في الكوفه جماعه يألهوك الامام الصادق، الامام ينثار يبكي تنهمر دموعه يخر ساجدا لله عز وجل لماذا؟ لان القضيه اننا عباد صحيح مكرمون الله اعطانا مكانه عاليه ولكن اوج مقام الائمه ان أو أوج مقام الرسول أن يكون عبدا قبل أن يكون رسولا لاحظوا هذه الرواية رواية لطيفة في الكشي عن مصادف يقول لما لب القوم الذين لبوا بالكوفة لبوا يعني قالوا لبيك يا جعفر يعني كأنما ادعوا ألوهية الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة وأسكى السلام دخلت على أبي عبد الله أنا أجيت ودخلت على الإمام فأخبرته بذلك فخر ساجدا وألزغ جؤجؤته بالأرض وبكى خلى وجهه على على الأرض وبكى وأقبل يلوذ بإصبعه ويقول بل عبد الله قن ذاخر يعني خاضع منقاد ذليل معنى ذاخر صغير لا شيء لي مقابل الله عز وجل مرارا كثيرة يك يكرر عبد لله قن ذاخر ثم رفع رأسه ودموعه تسيل على لحيتي حال كونه بهذه الحالة فندمت على أخباري إياه شوف وضع الإمام تغير فقلت جعلت فداك وما عليك أنت من ذا بس هم مجموعة منحرفين لا يهمك أنت أنت ما قل... لم تدعي هذا ال... هذه الدعوة فقال يا مصادف إن عيسى لو سكت عما قالت النصارى فيه لكان حقا على الله أن يصم سمعه ويعمي بصره ولو سكت عما قال فيه أبو الخطاب هذا الغالي المنحرف لكان حقا على الله أن يصم سمعي ويعمي بصري لماذا؟ لانهم في مقابل الله لا يرون انفسهم شيء، وهذا هو كمال الارتفاع، ان يرى الانسان في نفسه كمال العبوديه والذل والذل زين اذا هنا الرسول يقول انا ما يحق لي ان اقترح على الله، اذا واحد عبد مملوك لا يقدر على شيء محض يجي يقترح على مولاه مع أن المولى أتم الحجة كأنما يرى نفسه ممن الاقتراح على المولى شنو معناه يعني أنت كأنما غفلت عن أمر أو حجتك كانت ناقصة أو حجتك لم تكن مثلا تقنع الكل فإنما تحتاج إلى حجة أخرى فهذا اقتراحي إليك يعني أشيره الإشارة والاستشارة مو لله عز وجل العالم بكل القضايا ولا يصدر شيء عنه الا بحكمه بالغه. نعم، الله عز وجل هو اعطى الاعجاز، وهذا هو المحور الثالث. الاعجاز الكافي لاثبات رساله رسول الله القران الكريم، ويمكن في بحث مستقل نتكلم انه كيف القران كان معجزه. معجزه في لفظه، معجزه في معناه، معجزه اعجاز لفظي، اعجاز معنوي، اعجاز اخباري عن الماضي، اعجاز اخباري عن, إعجاز إخباري عن المستقبل. والتحدي لأهم نقطة في القرآن هذا يمكن في بحث مستقل نطرحه أنه المعجزة التامة والحجة البالغة القرآن بس مع ذلك الله عز وجل ليثبت لكل شخص يقطع عذره ماكو عذر أبدا أي عذر ماكو في يوم القيامة فأعطى لرسول الله معجزات أخرى أوصلها البعض إلى آلاف معجزة لمذكورة يعني مذكورة مو تفصيلا ولكن إجمالا في بعض الكتب السابقة أن معجزات رسول الله أربعة آلاف طبعا لم تصلنا إلا يمكن 250 300 معجزة من رسول الله وهذه الرواية هنا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يقول كل المعجزات التي صدرت عن الأنبياء السابقين من النبي آدم عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام وإلى آخر الأنبياء النبي عيسى كل تلك المعجزات ايضا صدرت عن النبي محمد كلها او احسن منها في مواقف مختلفة كانوا يجون يطلبون من الرسول بعض انواع الاعجاز الرسول يقول انا ما اقترح جبرائيل ينزل يقول الله لاتمام الحجة يقول ساريهم تلك المعجزة الرسول ما يقترح ولكن الله ينزل وهذا قد يكون شيء طبيعي بما أن الرسول صلى الله عليه وآله خاتم الأنبياء وهو العقل الكل وهذه المعجزات تدل على علم وافر تدل على حالة من السيطرة التكوينية فهذه السيطرة التكوينية تكون عند رسول الله أيضا النبي عيسى إذا كان يحيي الموتى ويشفي الأبرص والأكبر هذا كان في قضية تكوينية اختيار بيده بالنسبه هؤلاء الانبياء كانت لهم بعض اسماء الله تعالى. وهذا التاثير الهائل في الكون الله عز وجل جعله هذا التاثير بيدهم. الرسول صلى الله عليه واله وكان عنده 72 اسم من 73 اسم من اسماء الله. روايات مختلفه، انا ذكرت احدى الروايات في تفسير العياشي عن الامام الصادق سلام الله عليه يقول كان مع عيسى حرفان. يعمل بهما كل هذا الاعجاز على النبي عيسى اللي يمكن في الف في صحراء واقفين بامراض مختلفه باشاره من النبي عيسى على نبينا واله وعليه السلام يشفون باذن الله عز وجل كان معه حرفان وكان مع موسى اربعه وكان مع ابراهيم سته وكان مع نوح ثمانيه وكان مع ادم 25 وجمع ذلك كله لرسول الله صلى الله عليه وآله إن اسم الله ثلاثة وسبعون حرفا كان مع رسول الله اثنان وسبعون حرفا وحجب عنه واحد هذا استأثر الله هذا الاسم لنفسه فإذا رسول الله هو العقل الكامل وله علم الأولين والآخرين وهو معلم الأنبياء والمرسلين فزين إذا هذه الإعجازات كانت لهم فتكون لرسول الله مثلها وأحسن أحسن منها هذه ك هذا المحور الثالث المحور الرابع ويمكن أشرنا إليه سابقا حول العصمة الإلهية الله يعصم البعض عن الذنب ولا يعصم البعض عن الذنب لأنه في هذه الرواية أكو إشارة إلى العصمة الإلهية هل العصمة الإلهية اعتباط يعني الله يجي يعصم زيد عن ذنب ولا يعصم عمر عن ذنب يوفق زيد للإيمان ولا يوفق عمر للإيمان سابقا تكلمنا بس كإشارة نشير أن العصمة من الذنوب إنما هي أيضا بمقدمات اختيارية ماكو شيء إجبار في الكون كله يعني الله عز وجل جعل الكون للإنسان اختياريا فمن اهتدى لنفسه ومن ضلف عليها الأمر بيده ولكن من يهتدي لقد صدر عنه امر سبب وقوعه في الهدايه او وقوعه في الضلاله والهلاك. الامر بيد الانسان، اذا واحد يقول انا الله ما موفقني. انت اهتم الله يوفقك، اذا ما تهتم ما يوفقك. اهتم، اتخذ المقدمات الطبيعيه الله يوصلك للنتيجه. والذين اهتدوا زادهم هدى. انت تعال الى الهدايه الله يضيف عليك الهداية وطبعا والذين لم يهتدوا وإنما وقعوا في الضلالة زادهم ضلالة فالعصمة الإلهية مو فد عصمة جبرية لا لا العصمة الإلهية مرتبطة بعمل الإنسان التوفيق مرتبط بعمل الإنسان بعض الخطوات الصحيحة اتخذها أو دعاء من والديه أو شيء يعني ضمن الأسباب الطبيعية قد جعل لكل شيء قدرة يعني سببا لكل شيء أكو سبب فالعصمة الإلهية لها أسبابها وهنا أيضا كلام مفصل موجود أشرنا إلى بعضه سابقا زين سلاحظوا الكتاب وعن أبي محمد الحسن العسكري عليه السلام أنه قال قيل لأمير المؤمنين يا امير المؤمنين هل كان لمحمد صلى الله عليه واله الله صلى الله على محمد وعلى محمد ايه مثل ايه موسى عنده ايه مثل ايه موسى في رفعه الجبل فوق رؤوس الممتنعين اللي ما يؤمن يرفع الجبل يرفع النبي الجبل على راسه عن قبول ما امر به هذا مخالف فقال امير المؤمنين اي والذي بعثه بالحق نبيا ما من آية معجزة كانت لأحد من الأنبياء من لدن آدم إلى أن انتهى إلى محمد صلى الله عليه واله إلا وقد كان لمحمد مثلها أو أفضل منها كل الآيات اجتمعت فيه مع أنه ما يحتاج الرسول إلى تلك الآيات والحجة تامة الحجة بالعقل تامة طبعا وإنما بعث الرسل هذا تفضل إلهي ولكن مع ذلك ولقد كان لرسول الله صلى الله عليه واله نظير هذه الايه الى ايات اخرى ظهرت له مو فقط هذه الايه ايات اخرى ايضا أيوة. <applause> وذلك ان رسول الله صلى الله عليه واله لما اظهر بمكه دعوته وابان عن الله تعالى مراده، ابان يعني جعله بينا بين مراده في الله عز وجل رمته العرب عن قسي عداوتها القسي يعني القاسي يعني عداوتها القاسية الصلبة الشديدة يعني بكل ما أتوا من قوة أتوا, أتوا إلى محاربة رسول الله بضروب مكائدهم ولقد قصدته يوما الإمام أمير المؤمنين يقول قصدته رسول الله لاني كنت اول الناس اسلاما بعث يوم الاثنين وصليت معه يوم الثلاثاء صليت غير انه يعني انا امنت نفس اليوم امن امير المؤمنين برسول الله ولكن صلى يوم الثلاثاء مع رسول الله وبقيت معه اصلي سبع سنين حتى دخل نفر في الاسلام مجموعه صاروا وايد الله تعالى دينه من بعده زين فجاء قوم من المشركين فقالوا له يا محمد تزعم أنك رسول رب العالمين ثم أنك لا ترضى بذلك يعني ما ترضى بالرسالة النبي رسول بس ما ترضى بل حتى تزعم أنك سيدهم وأفضلهم فلئن كنت نبيا فأتنا بآية كما تذكره من الأنبياء قبلك مثل نوح الذي جاء بالغرق ونجا في سفينته مع المؤمنين جبلنا معجزة نوح وإبراهيم الذي ذكرت أن النار جعلت عليه بردا وسلاما ذكرت أن النار يعني هم ما كانوا يقبلون بهذه القضية بالنسبة لإبراهيم كانوا مشركين طبعا ما يقبلون الأنبياء من من الله عز وجل فيقول أنت ذكرت أن إبراهيم أصبحت النار له بردا وسلاما طبعا كملاحظة بردا وسلاما البرد القارص يقتل لا هذا البرد اللي هو السلام مو قارص ما يأذيه يعني يكون في راحة وذكرت أن النار جعلت عليه بردا وسلاما وموسى الذي زعمت أن الجبل فوق رفع فوق رؤوس أصحابه حتى انقادوا لما دعاهم اليه صاغرين داخرين انقادوا اليه. وعيسى الذي كان ينبئهم بما ياكلون وما يدخرون في بيوتهم. وصار هؤلاء عيسى كان يقول ما الذي في بيتكم الان وماذا تاكلون يوم غد مثلا؟ فيحصل كما يخبر النبي عيسى سلام الله عليه. وصار اقتراحات مختلفه وصار هؤلاء المشركون فرقا أربعة هذه تقول أظهر لنا آية نوح وهذه تقول أظهر لنا آية موسى وهذه تقول أظهر لنا آية إبراهيم والرابعة تقول أظهر لنا آية عيسى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم آني أجي أقترح على الله كفاكم القرآن هذا أكبر تحدي لكم وأكبر إعجاز لكم القرآن كان مؤثر جدا لما كانوا يجون المشركين يسمعون إلى كلام رسول الله، القرآن يعني حقيقة ذكرنا الرواية وقفت كل شعرة في بدنه هكذا قال أو في بدني عندما أبو جهل كان يعاتب الوليد قالوا هذا مو شعر، هذا مو نثر، هذا مو كلام، هذا شيء خارج عن العقل يعني هم كانوا يستوعبون بلاغة القرآن كانوا هذا اللي يفهموه أن هذه البلاغة فوق كل درجات البلاغة اللي هم معتادين عليها فاذن القران كان اكبر تحدي لهم ولكن مع ذلك فقال رسول الله انما انا نذير مبين اتيتكم بايه مبينه هذا القران الذي تعجزون انتم والامم وسائر العرب عن معارضته وهو بلغتكم هذا مو لغه اجنبيه ما تعرفون هذا القران عربي مبين فاذا شنو الاشكال ما الذي تودون فعله ما الذي تريدونه مني؟ هذا القرآن كافي بعد اذا للاثبات فهو حجه بينه عليكم وما بعد ذلك يعني وراء القرآن اللي اتممت الحجه عليكم فليس لي الاقتراح على ربي انا ما اقترح على الله شيء وما على الرسول الا البلاغ المبين، انا رسول رسول من قبل الغير اعطى لي الرساله و اسند الرسالة بالمعجزة والبينة والحجة وانتهى القضية. وما على الرسول الا البلاغ المبين الى المقرين بحجة صدقه واية حقه. اللي يقر يقول حجته صادقة وايته حقة. وليس على الرسول ان يقترح بعد قيام الحجة على ربه ما يقترحه عليه المقترحون الذين لا يعلمون هل الصلاح او الفساد فيما يقترحون بعض اقتراحاتهم فاسده فجاء جبرائيل الرسول لم يقترح ولكن الله عز وجل استجاب هو الذي اراد اتمام الحجه طبعا الحجه تامه ولكن قطع كل عذر ظاهري فقال جبرائيل يا محمد ان العلي الاعلى يقرا عليك السلام بس شنو معنى السلام من الله لرسوله صلى الله عليه واله يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما شنو معنى الصلاه محمد وعلى معنى الصلاه معنى السلام هذا في بحث ايضا مطروح في الفقه في كتاب الجواهر في كتب الاخرى هسه المعنى الظاهري من السلام يعني ان يحل السلام هو المعنى متبادر بعد البال ولكن هناك معاني اخرى ان الله جعل الرسول رسوله السلام للعالم فهو وجوده سلام للكل إن اتبعوه كما أن الله عز وجل يقول سراجا منيرا الرسول هو سراج هو ينير للآخرين فهو يأخذ بالكل إلى دار السلام والله يدعوكم إلى دار السلام يدعوكم عبر رسوله فهنا مباحث مختلفة أيضا يمكن واحد يستفيد من سلام الله على الرسول صلى الله عليه وآله ويقول لك اني ساظهر لهم هذه الايات وانهم يكفرون بها الا من اعصمه منهم الله يعصم ايضا مو حسب مقدمات اختارها الفرد نفسه ولكني اريهم ذلك زياده في الاعذار والايضاح لحججك فقل لهؤلاء المقترحين لايه نوح عليه السلام امضوا إلى جبل أبي قبيس فإذا بلغتم سفحه فسترون آية نوح يعني شنو؟ المطر والغار والسفينة تلك الآية فإذا غشيكم الهلاك خلاص تغرقون أخذكم الماء أخذكم الطوفان فاعتصموا بهذا وبطفلين يكونان بينه يديه وقل للفريق الثاني المقترحين لآية إبراهيم عليه السلام امضوا إلى حيث تريدون من ظهر مكة روحوا في صحراء مكة فسترون آية إبراهيم في النار فإذا غشيكم النار انتشر النار حولكم فسترون في الهواء امرأة قد أرسلت طرف خمارها هذه المرأة فتعلقوا به بطرف الخمار لتنجيكم من الهلكه وترد عنكم النار. النار تحيط بكم بكم ولكن لا تحترقون تكون برد وسلامه بس مو انه هذا يبقى عدم الاحتراق لا لحظات دقائق ولكن يجب ان تتمسكوا ب طرف خمار هذه المراه لتنجيكم. وقل للفريق الثالث اللي كانوا مقترحين ايه موسى امضوا إلى ظل الكعبة فسترون آية موسى وسينجيكم هناك عمي حمزة حمزة موجود وسينجيكم وقل للفريق الرابع ورئيسهم أبو جهل لعنه الله وأنت يا أبا جهل فاثبت عندي قف هنا ليتصل بك أخبار هؤلاء الفرق الفرق الثلاث هذول كل واحد راحوا يجون يرجعون إلي فتستمع فإن الآية التي اقترحتها تكون بحضرتي عند رسول الله فقال أبو جهل للفرق الثلاث قوموا فتفرقوا ليتبين لكم باطل قول محمد صلى الله عليه وآله على تعبيره والعياذ بالله فذهب الفريق الأول إلى جبل أبي قبيس والثاني إلى صحراء ملساء مستوية والثالث إلى ظل الكعبة ورأوا ما وعدهم الله ورجعوا إلى النبي صلى الله عليه وآله مؤمنين كلهم عندما رأوا العلائم رجعوا مؤمنين بعد ما كان فيهم منحرف معاند قبله بس من المنحرف المعاند هو أبو جهل هذا كبيرهم رجعوا إلى رسول الله إلى النبي صلى الله عليه وآله مؤمنين وكلما رجع فريق منهم إليه وأخبره بما شاهده ألزمه رسول الله الإيمان بالله يعني كان يقول ابو جهل اؤمن بالله شوف هذول الفريق جماعتك راحوا شافوا آية موسى وهذول ايضا الثاني جماعتك شافوا آية ابراهيم وشافوا آية نوح اؤمن ابو جهل يقول استمهلني يا رسول الله خليني خليني افكر خلي اشوف ادقق حتى تجي في باله فد قضية شيطانية فد مخرج شيطاني يقول هذا كله سحر هذا كله تخيل هذا كله توهم سأل ان نكمل الرواية الشريفة هذا وصل الله على محمد وآله الطاهرين